مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة، أنا أستضيف رجلا مميز ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر كفاءة والأكثر نجاحا أيضا. رحبوا معي بالأستاذ أنس، صاحب شركة TLG Forever Cosmetics. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ أنس، أهلا وسهلا فيك. أسعد الله أوقاتك أستاذ أحمد، وبشكركم على هذه اللطيفة. حبيبي تسلم لي، والله أنا سعيد كثير بوجودكم معنا. حبيبي تسلم لي، طبعا إلنا الشرف إننا موجودين هون أستاذ أنس في الشركة الخاصة بحضرتكم. الآن حابين نأخذ منك تعريف بسيط عن حضرتك وعن بدايتك هون بدولة الإمارات. كيف بلش موضوع البزنس معك؟ خلينا نخبر المشاهدين، تفضل. هلا نحن هون باشرنا في العمل في دولة الإمارات من شهر رمضان، بداية شهر رمضان. نعم باشرنا، وطبعا هاي الشركة مؤسسينها من 10 سنوات. برافو عليكم. المؤسس هو كان البراند TLG Forever محمد عبد الفتاح شعبان، هو مقيم في الصين حاليا. اكيد بنوجه له تحية كبيرة عبر قناة ABC العربية، تفضل. عم نشتغل بهذا البراند من 10 سنوات، والحمد لله نحن يعني امورنا تمام مستحضرات التجميل. عنا ماركتنا مشهورة كتير وأخذين ثقة الزبائن طبعا كلياتهم في الدول العربية جميعا. عنا وكلاء وفي سوريا والعراق واليمن موجودين. جميل. أيوة. خلينا نتعرف أكثر عن TLG Forever، عن الخدمات اللي أنتم، شو هي جميع أنواع الكوزماتيكس، ولا أنتم مختصين بإشي معين؟ نحن مختصين بشكل عام بكل شيء مستحضرات التجميل. هي ما تخص المسكرة وال عناية بالبشرة كمان، والفونديشن وهالقصص، التفاصيل سبراي إلى آخره. أيوة كافة أنواع المستحضرات التجميل عامة وخاصة بالفونديشن متميزين نحن، معروفين يعني بالبراند تبعنا بالفونديشن. أيوة، ومثل ما حكينا أنه يعني هاي الشركة من 10 سنوات قائمة وشغالين فيها، وحبينا نختار بلد عربي مناسب. صحيح، لازم نحن يعني بحكم ظروفنا احنا عربيين لازم يكون لنا مركز رئيسي في منطقه عربيه، فاخترنا نحن الامارات العربيه المتحده. انا بخدم الميدل ايست كامل. ايوه حلو. عندنا وكلاء نحن في سوريا، وعندنا وكلاء في اليمن مثل ما حكيت لك قبل شوي، بس نحن بدنا نحط مركز بيكون مكان مناسب وحساس يعني مثل الامارات بشكل عام، وتحديدا في دبي. حلو. في البدايه، وان شاء الله بعدين رح نوسع افرعنا في كافه الامارات ان شاء الله. برافو عليك، برافو. ما شاء الله عندكم يعني انتم السوريين، وخصوصا رجال حلب يعني معروفين بالاداره الناجحه والاداره الحكيمه للاعمال والبزنس، يعني ما شاء الله فيك. تاريخكم مشرف. فبنحكي استاذ انس عن الاشي اللي ميزكم بهذا المجال. سؤال مهم، كونه احنا في اكبر واضخم سوق بالعالم اللي هو سوق نايف، معروف بضخامة المنافسة الشريفة الموجودة، فكيف احنا قدرنا خلال 6 شهور ننافس هاي الاسماء اللي موجودة بالسوق؟ تفضل. هلا نحن بشكل عام قلت لك البراند قديم، ونحن كاسبين ثقة الزباين بناحية الكواليتي تبعنا وكل شيء، ونحن هون متميز في دبي خاصة، انه انا مثلا بتميز عن باقي المحلات التجارية مع احترامي للجميع، انه نحن منبيع في سعر الصين. حلو. عرفت كيف؟ حلو. نحن مثلا لنفترض انه الحبه هي 1 درهم، نحن عندنا 1 درهم نفس الشيء. عرفت كيف؟ نحن هي شغله بنتميز فيها، اللي هي بتكون على الزبون من غير مصاريف نقل، من غير مصاريف. اي تشارج يعني، ايوه بزر. الزبون بده يروح تشاينا بيشتري من دبي، وهي من دبي لبقيه المناطق العربيه كشحن هي بتكون يعني اسرع من الصين احيانا. صحيح. عرفت كيف؟ ايه، فهي شغله يعني كثير اكيد هاي شغله كثير مميزه. أيوة. وان شاء الله تضلكم مميزين. تسلم. استاذ انس، لانكم تستاهلوا تكونوا مميزين وتستحقوا هذا التميز. الله يبارك فيك. خلينا نحكي عن الرؤيه المستقبليه لكم. اكيد انت حكيت لي حتوسع وتصيروا براند عالمي، ولكن احنا بنعرف انه احنا في دوله الامارات دوله رقم 1 بالعالم، تنعم بالامن والامان، تنعم بالرفاهيه، بالبيئه الاستثماريه، باللايف ستايل بشكل عام. فاحنا بدنا رسالة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات من TLG Forever Cosmetics ومن الأستاذ أنس صاحب الشركة. تفضل لشيوخنا وحكامنا. بنوجه تحية كتير كبيرة. نعم. لرئيس الدولة محمد بن زايد، وتحية خاصة لحاكم محمد بن راشد ولولي العهد حمدان بن راشد، وبحييهم على يعتبروا قادة عظماء، هي اللي رفعوا هاي البلد. والصراحة أنا يعني أي وجهة إن كانت من قبل أو حاليا هي اختارها هي دبي والإمارات بشكل عام. بلد النهضة، بلد المستقبل، وبلد يعني تجاري وسياحي، وبالنسبة لي نمبر 1 بلد الاستقرار يعني. بلد الاستقرار يعني، ونحكي يكون مثلا صريحين، بلد أمان.
مثلا بتشوفها في الامارات ما بتشوفها في غير دوله، بالضبط. هلا من ناحيه التطور، من ناحيه الامان، بالضبط، من ناحيه يعني هلا ممكن انا يعني اذا تركت بلد محل مفتوح ما بخاف، عرفت كيف؟ ما حدا رح هاي يجي نعمه، ولا وان شاء الله الله يديمها على الامارات، نعمه الامان، الامن والامان والرخاء. صحيح أيوه. صحيح. طبعا احنا من قناه اي بي سي العربيه نتمنى لك التقدم والنجاح اكثر واكثر استاذ انس، لانك انت فعليا من الشباب الناشئ والمستثمر والناجحين بحياتكم، وان شاء الله بعض المشاهدين انهم يستفيدوا من قصه نجاحك، إن شاء وان شاء الله, الله يصيروا في هذا المكان ان شاء الله. ان شاء الله. انا كمان شرفت فيكم بوجودكم معي اليوم، بصراحه كانت يعني مقابله كثير حلوه وظريفه، وبوجه تحيه للمشاهدين اكيد، وبشجع كل شخص مستثمر أو شخص بده يفتح بزنس جديد إنه يجي على دولة الإمارات. هي دولة يعني رائعة صراحة، صحيح، وتدعم التجار وتدعم المبتدئين وحتى التجار الكبار هون، يعني إذا باشروا بدأوا عملوا ستارتون بالعمل تبعهم رح يكونوا إن شاء الله ناجحين. صحيح. وبرضه أيوة. من قناة اي بي سي العربية بنحب نضيف رسالة شكر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وجميع الشيوخ وحكام دولة الإمارات، نتشكرك لحسن الاستقبال والضيافة أستاذ أنس. قبل نهاية حبيبي. البرنامج بحب أخذ منك توضيح بسيط وين إحنا موجودين بدبي. نحن موجودين هلأ بمدينة دبي في سوق مرشد بازار. جميل، اللي هو أكيد معروف، اللي هو سوق مرشد بازار معروف، ونحن في سوق الكوزماتيكس. جميل جميل. مشاهدينا الكرام، ارقام التواصل في اسفل الشاشه مع الويب سايت والجميع الكونتاكتس لشركه تي ال جي فور ايفر. شكرا لك استاذ انس مره اخرى لوقتك اللي منحتنا اياه. شكرا لك. سلام حبيبي، والله تشرفت فيكم، والتحيه للمشاهدين، وبتشرف فيكم، بنعتز بوجودكم معنا حبيبنا. تسلم. شكرا لك ولدعمك لهذا البرنامج حبيبي. سلام. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.